كيف حالك يا اختي؟ الحمد لله تمام. ربي يسعدك، بشرين عنك. الحمد لله بخير. ها ممكن تعطينا بعض من الوقت من اللي عندك؟ اكيد تفضل. طيب عزيزتي، عرفينا كيف انت وصلتي لمرحله انك تجي تسوي العمليه وتصححي النظر؟ والله اللي يعيش مع النظاره فتره طويله يجرب المعاناه، اللي يعيش مع النظاره فتره طويله يعني الانشطه اليوميه البسيطه تصير صعبه، يعني مثلا الجيم او السباحه او حتى في الطلعة يعني خلاص يوصل مرحلة انه يتخلص منها. يعني كم سنة وانتي بالنظارة دحين؟ 20 سنة. ما شاء الله، لكن خلاص هانت دقائق. طيب انتي مستعدة؟ اكيد. يعني تجربتك مع الدكتور محمد حنتيرة، يعني ما عندك خوف، ما عندك قلق؟ لا بس التوتر البسيط اللي قبل طبيعي. العملية بس طبيعي. الدكتور حنتيرة انا واثقة فيه ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ها بشرينا. لا حمد لله تمام، الأمور مية مية. كانت سهلة؟ سهلة جدا جدا. يعني التوتر كان طلع على ما فيش ولا إيش؟ يعني تقريبا الحمد لله، يعني الحمد ما في ألم تقريبا. الحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله نتقابل يوم السبت. يوم الاثنين. ليوم الاثنين خلاص ان شاء الله. يوم الاثنين على خير، وانتي طيبة حبيبتي. طيبة. شكرا جزيلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. هلا وسهلا. هلا.